بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين السلام عليكم اعزائنا ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج يسالونك عن الانسان والحياه مباشرة على الهواء نحن معكم أعزائنا يمكنكم أن تتواصلوا معنا على أرقام الهاتف صفر واحد ثمانمية وثلاثة وخمسين ثمانية وأربعة ثمانمية وثلاثة وخمسين ثمانمية وخمسة وثمانمية وثلاثة وخمسين ثمانمية وستة وأيضا يمكنكم إرسال أسئلتكم على رقم الواتساب ستة وسبعين أربعة وستين أربعة وتسعين تسعة عشر ليجيب عليها اليوم سماحة الشيخ زهير قوسان أهلا بكم مولانا الله التحايا الله لكم خير. صبحكم الله بالخير والعافية مولانا ما خص الآية المباركة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هل هذه الآية خاطبت الرسول طبعا صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هل تقصد العرب قبل الإسلام أم العرب بعد الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعاً هذه الآية ليس المراد منها مخاطبة العرب قبل الإسلام، لأنه من الواضح أن هذا الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يكن في الجاهلية قبل الإسلام، بل على العكس كان المنكر منتشرا والفاحشة منتشرة والقتل والثأر وكل هذه المنكرات كانت منتشرة وكانت سائدة كل أنواع الرذائل كانت أو قبل الإسلام ولم يكن أحد يحرك ساكنا إلا بعض القضايا البسيطة لا. التي قد لا تنسجم مع طبيعة الإنسان العربي وما يعتبره من الكاء الشهامة كالكرم والجود وما إلى ذلك فهذا الكلام من المؤكد أن المخاطب به هو الأمة المسلمة وليس خصوص الأمة العربية الأمة المسلمة وهذا توصيف للأمة المسلمة أن الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تحمل هذه الرسالة هي الأمة التي تتصف بهذه الصفة وهي مسألة تحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. والدعوة إلى الخير وإقامة الصلاة. لأنه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة. يعني وأيضا كان يتحدث بعدين عن مسألة الصفات الأخرى يعني كل ما له علاقة بالدعوة إلى الدين بالدعوة إلى الرسالة فهذا توصيف للأمة وليس من الضروري أنه يتحدث عن حالة كانت موجودة في هذه الأمة في زمن سابق وكأنها الآن ارتفعت ان سبب نجاح الامه لا. وسبب فلاح الامه هي انها امه متصفه بهذا الوصف اذا الامه الـ يعني الخير الامم خير الامم هي, هي الامه هي هي التي الأمة تلتزم الأمة بهذا المعيار الاسلاميه وليس العرب كما تفضلتم يعني ما كان الخطاب موجه للعرب يعني لكل وإن كان نزل القرآن فيهم إيه بس ولكن أسلم ليس هم لأنما يعني أسلم العرب وغير ايه العرب يعني في النبي صلى الله عليه وآله لم يبعث للعرب خاصة صحيح هو نشأ بينهم عاش بينهم كان منهم ولكن لم يبعث لهم خاصة كنتم شيخنا يعني عاده يبحث بهذا الموضوع كثير يعني يعني ما دام ان الايه المباركه نزلت على زمن الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم يعني هل تغير المجتمع الى هذا الحد من ال من ان يكونوا خير امه الى ان كنتم خير امه ولا يعني عم ينفي عنها عنهم انه مش مساله نفي تاره م. كانت تستعمل ولا يقصد بها ربط الحدث بزمن معين م. وتارة يراد ربط الزمن الحدث بزمن معين م. فهنا ليس من الضروري يعني كأن الله يريد أن يقول أن الخيرية التي تتصف بها الأمة إنما ناتجة عن التزام الأمة بهذه المقومات وبهذه الصفات لا تفيد أن أنهم أمة كانوا, كانوا ثم تدفع عنهم هذا لا, لا في أي وقت تلتزم الأمة بهذه الصفة تتحمل الأمة هذه المسؤولية فهي خير الأمم وتستفيد هذه الخيرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عجيب يعني إذا الواحد نظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد المسلمين ليسوا من من خير الأمم لا أبداً لا سيما الأمة أبداً. العربية ولا حتى يعني لا سيما الأمة العربية كل الأمة العربية إيه. كلها ما فيها. بشكل عام إيه نعم بشكل عام نعم بغض النظر عن بعض الإيجابيات الموجودة هنا أو هناك نعم ولكن إذا بناخذ بالمنظور العام الأمة العربية بل الأمة الإسلامية صحيح أين الإسلامية. الخير؟ الأمة الإسلامية مضبوط. الأمة الإسلامية عرب وغير عرب. أشرتم سماحة الشيخ أنه يعني هو... الآن م. على مستوى القيم الأخلاقية هناك انحطاط رهيب م... فوق جدا فظيع. نعم. على مستوى الاقتصاد، على مستوى الفكر والثقافة، على, مست... على مستوى السياسة أين موقعهم؟ في المؤخره مؤخره الامم صحيح والسبب في ذلك انهم تخلوا عن هذا الواجب وعن هذه المسؤوليه وهي الدعوه الى الخير والامر المعروف والنهي عن المنكر والاصلاح يعني سادهم ساد الامه الاسلاميه بشكل عام في عصرنا هذا أه أناس غير كفؤين وأناس اناس مرتهنين وهذا ما أكده الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة المروية عنهم التي تحض على تحمل مسؤولية الأمر المعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهن لتأمر... عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم إذا كان المطلوب نحن الآن إذا يأمرنا. نظرنا إلى العالم من المتسلط ومن المتحكم شرار الخلق بالبلاد والعباد نعم. شرار الخلق شرار الأمة وهذه الجموع وهذه الحشود في كل المناسبات إذا حملنا كلمة الدعاء على هذه الأدعية التقليدية نعم أثناء طوافهم حول الكعبة أثناء أدائهم لمناسكهم في الحاج أداء أثناء صلواتهم أثناء صيامهم وما شابه كم وكم يدعو ندعو على الصهاينة بالهلاك والتدمير ما الذي نراه الشعب الفلسطيني يباد في غزة اليوم على مرأى ومسمع من كل الأمة الإسلامية مليارين أو يزيد من المسلمين ماذا يجري على المسلمين الآن في العالم نعم أمة أمة تباد ولا أحد يحرك لا <applause> هذا هو السبب ماذا أنهم تخلوا عن مسؤوليتهم أشرتم سماحة الشيخ أنه قبل الإسلام يعني كان هناك أفراد يعني مستوون أفراد ملتزمون مثلا أو مستقيمون نعم. نعم. هنا لا يمكن أو لا نستطيع أن نطلق مصطلح الأمة عليهم باعتبار أنهم أفراد قليلون بزمننا الحاضر سماحة الشيخ مع وجود ايضا قلة من الـ من الافراد مع انهم يعني جماعات كبيرة من الناس المستقيمة من الدول ايضا في مستقيم فينا نقول انهم أمة أم لا يعني لو لا حتى نا. يعني مثلا ما بنقدر الأمة وتقول الأمة الإسلامية يقصد بها كل. كل العالم الاسلامي بكل دوله بكل جمهورياته بكل ممالكه بكل سلطناته عندما نقول الامه العربيه ايضا كل الدول والجمهوريات والممالك كل لكن للاسف يعني اليوم نحن وين؟ يعني الآن تلاحظ أن المنكر صار معروفا في نظر الناس والمعروف صار منكرا نعم يعني إلى درجة أن البعض يستحي أن يصرح بأنه ملتزم بأحكامه الدينية وواجباته الدينية في بعض المواطن نعم صحيح صحيح طيب. والله فلان متدين او فلان شو اسمه شو صح. شو هالحكايه ذلك الان ابسط شيء ابسط شيء عندما تتحدث عن مساله المصافحه وين بعدك بيقول لك يا انا بنحرج امام زملائي امام رفاقي امام اصدقائي امام الناس انه والله الرجل او المراه يحط ايده على صدره لما شخص من الجنس المخالف يريد أن يصافحه أو يصافحها صحيح يا صحيح صحيح فهذا شو يعني؟ يعني انقلبت الموازين المنكر صار معروفا أنك تصافح وتعانق وتقبل صار هذا الشيء بيدل على حضارة بيدل على رقي بيدل على تقدم على تمدن وهذا يعني كمان سمحت شيء غلبت المفاهيم غير الملتزمه على المفاهيم الملتزمه لما بيتحدث النبي صلى الله عليه واله والأمة عليهم الصلاه والسلام انه سياتي زمان على امتي نعم يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا هذا هو هذا هو لما يعني. القيم المنحرفه تصبح هي المعيار للتقدم والتطور والحضاره والتمدن يعني بكمالة الحديث سمحت الشيخ بيقول وكيف بكم اذا رايتم المنكر معروفاً, معروفا والمعروف منكرا يعني إذا امرتم يعني تسكر بالمنكر ونهيتم كمان معروف آه يعني ما عدتوا تشوفوا اصلا المنكر منكر انتهت يعني تبدلت اليوم مثلا أنا بتجي بتتحدث عن الخيانه بيقول لك وجهه نظر ايوه بتتحدث عن اي قيمه انسانيه بيقول لك وجهه نظر المعايير اختلفت. صحيح. ولذلك ما بعدنا نحن نحن و... لسنا خير أمة الآن، نحن أشر أمة. صح. في واقعنا <applause> الذي نحن عليه. نعم شو فينا شيخنا نوصف الحال الذي نحن عليه كأم، يعني كمجموعات ملتزمة، مجموعات ما زالت.. تحكم دين الله أفروف. في حياتها ما في زمن يخلو من هذه ال... بالمطلق من القيم السليمه والصحيحه لابد ان يبقى يعني على قولة المثل لو خليت خربت لابد ان يبقى هناك بعض من نور بعض من ضياء يشع في منطقة هنا ومنطقة هناك، في زاوية هنا وزاوية هناك. نحن عندما نتحدث لا نريد أن نصور الأمور بصورة سوداوية تدعو إلى التشاؤم وتدعو لا. إلى الإحباط. لا بالعكس هناك جماعات هناك سواء أفراد أو مؤسسات أو حركات أو ما شابه ذلك فيها الخير وتسعى وتتحرك ضمن نطاقها التي تستطيع ان تتحرك فيه والا ما كنا شفنا هالنماذج اللي عم نشوفها اليوم. من حركات تحرريه، من نهضات ولو كانت على مستوى محدود. إذا بدنا نجي ناخذ الأمة على اتساعها شوفها محدودة ولكن مع ذلك يبقى مجال للإنسان أن يعيش الأمل. نعم. لأنه يعني هناك ما يدعو إلى الأمل، ما يدعو إلى التفاؤل. يعني مهما اشتدت الأمور، مهما صعبت الأحوال علينا، لا ينبغي أن نعيش الإحباط. ولا ينبغي ان نعيش التشاؤم ونسقط لانه هناك ما يدعو الى الامل والامل بقوه. ان شاء الله في عندنا حركات أكيد. والحمد شعب. لله يعني عم نشوف اثارها مش انه والله بس عم نقرا عنها م -م. يعني في امور قرانا عنها سابقا حدثنا عن التاريخ بعض واليوم نراها زوايا مضيئه بعض وقفات مضيئه في تاريخ الامه لكن اليوم عم نعيشها صحيح نعم عم نعيشها هي المقاومه مثلا في لبنان وفي معظم العالم الاسلامي من حولنا التي اصبحت من القوه والمناعه والشجاعه والبأس يُحسَب لها حساب من أعتى القوى الموجودة على الساحة العالمية صحيح بغض مع النظر مع عن, نعم. عن الأصوات النشاز الـ الـ أو بعض النتائج بدك تشتغل بحساب الأرقام نعم وتقول لي شو نتائجك وشو كذا بغض النظر عن كل هذا ولكن في هذا العالم الواسع الفسيح مع وجود الوحوش صحيح الصوره صوره وحشيه المتناهيه يعني نعم تجد جهاد بقع بقع الضوء و... بعدها مبينه يعني ولامعه هذا, هذا الدليل نعم. هذا ان الاسلام لم يخلص. وان هذه الروح الاسلاميه لا يمكن ان تطفأ نعم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم النور ان شاء الله لن يطفئوا نور الله ابدا. مولانا حدا يستشهد بالايه المباركه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يعني بي بالتفسير بيقول انه آه الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه واله وسلم، ولا يعني ان يكون الخطاب موجها للرسول ان لا ينسحب الامر على عموم الامه الاسلاميه، فطبيعي ان يكون الناس كلهم مشمولين بالايه المباركه، انه اذا الله عز وجل لا يخلف وعده رسله ايضا لا يخلف وعده المؤمنين. عم بيقول انه انا عم بتقول هي صاحبه السؤال شيخنا انه انا عايشه مذلوله عايشه على الصداقات آه الكل شيء في حاله من اخوتها وامها واخواتها عندهم بيت بالعراق، عندهم اخوان اثنين بالسويد، الاخت الاخ الثالث مجل... مجنس في امريكا، امي مجنسه، اختي مجنسه لكن تعود الى العراق وحدها ساكنه في البيت. انا بضياع وبكسره ظهر وقلب، عجزت عن الحوار معهم علما اني انا البكر وعمري خمسون عاما. ولا حول ولا قوه الا بالله، حاولت ان اتحاور معهم، ان اطلب حصتي بالبيت، ان اطلب مالي، ان اطلب حقي، ولكن لم يرد علي احد. بماذا تنصحوني رحمكم الله؟ اولا ما تشكو منه الاخت هذا ما يشكو منه عامه الناس. لا. عامه الناس. نعم وهذا لا يتنافى مع مفهوم الايه ومدلول الايه المباركه لان الله سبحانه وتعالى عندما اكد انه لا يمكن ان يخلف وعده الذي قطعه لرسله وهو ان يعز هذه الامه التي تلتزم دينها وتلتزم قيمها كان هذا الوعد مشروطا والشرط أن تلتزم الأمة بما أراد الله تعالى منها، فيلتزم الله معها بأن يعززها ويعطيها عزة ويعطيها كرامة ويعطيها رفعة، لكن عندما تتخلى الأمة عن قيمها وتخلف وعدها مع الله سبحانه وتعالى فلا موجب ليتحقق وعد الله. نعم إن تنصروا الله ينصركم وهون إن تنصروا الله ينصركم ما فينا نحملها بس بالمعركة العسكرية بكل شيء بكل شيء هذا على صعيد النبي على هذا صعيد الأفراد كلام للأمة, للأمة. للأمم <applause> للبشر يعني إذا كل الله البشر الله عز وجل وعد المظلوم بأن ينصره هل سيتحقق النصر يوماً ما للمظلوم؟ هو شوف لا شك ان النصر سيتحقق وان المظلوم سينتصف حق. له ممن ظلمه ان في الدنيا او في الاخره آه آه. يعني, يعني وهذا هو مغزى الايمان والاعتقاد باليوم الاخر ويوم الحساب نعم لا. لانه مقاييس الدنيا قد تمر حقب زمنيه متطاوله على البشريه من دون ان تستطيع الامه ان تصل الى حاله العدل والقسط والانصاف، بل يبقى للظلم مساحه وقد تكون المساحه الاكبر والاشمل. نعم. فمن يثبت ويصبر ويتحمل قد يصل إلى حقه في بعض المراحل في بعض الظروف في دار الدنيا وقد لا يستطيع أن يصل إلى حقه في دار الدنيا فينال العوض في دار الآخرة شو وهذا شو الذي يجعل لا. الإنسان مرتاحا ومطمئنا على وضعه شو بتنصحوها لأختنا بنصحها لا. تصبر وتعمل بما أمرها الله سبحانه وتعالى تطالب بحقها بما أمكن دعوة قضائية مثلا أقول لك تطالب بحقها بما أمكن م. يعني أفرض الآن أنا إلي حق عندك وأنت ما عم تعطيني صحيح. إذا عندي إثباتات عندي وثائق عندي مستندات تثبت حقي وأستطيع أن أتقاضى وإياك لتحصيل حقي فعلي أن أسعى وأتحرك م. لكن أحياناً قد يكون إلي حق عندك بس ما في أي دليل يثبت هيدا هيدي نقطة الضعف عندي بيكون طيب يعني ما فيني اتهم القضاء ساعتها سواء كان قضاء الشرعي أو القضاء غير الشرعي أن القضاء بيقول لك عندي مستندات ووثائق عندي مثبتات لا. إذا بتجيب لي أدلة وإثباتات بحصل لك حقك ما بتجيب ما بقدر أعمل لك شيء هذا حال الدنيا نعم يعني تبقى المسألة وأن يصحى ضمير هذا الإنسان المعتدي هذا الإنسان الظالم بيقول السؤال بعرف أن الويسكي والكحول محرمة ولكن هل تنجس الثوب أو اليد إذا لامسته أو لاقته طبعا بحسب كل المراجع نفس الحكم بحسب تقليد السيد فضل الله الخمر طاهر وإن كان حراما يلتفتوا طبيعي إيه؟, <applause> إيه؟ طاهر ولكنه حرام مش بيجوز غايته. لبس الضيق البنطلون بالصلاة ولا بس بالصلاة وأم طلعنا برا لبرا فيه فطاهر بحيث لو وقع شيء من الخمر على ثوبي على بدني على الأرض بحسب فتوى سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه ليس بنجس ولا ينجس ولكن يجب اجتنابه رغم طهارته يجب اجتنابه ما نستعمله يعني مثلا البعض بيقول لك ايه ممكن نستخدمه آه، لبعض الاستخدامات اللي ما لها علاقه بالاكل والشرب. الاستطبابات مثلا يعني انه يعني حتى لا, لا. بغير مثلاً الاستطباب بال... مثلا بغير الاستطباب تنظيف او مثلا ب... تنظيف بعض الاواني، تلميع بعض حتى الامور تنظيف الجروح تنظيف يعني. الجروح كذا صحيح هو طاهر وليس نجس ولكن نحن مامورون باجتناب الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني أبى. اجتنبوه أ... يعني ابتعدوا عنه بكل الاستخدامات بكل الاستخدامات نعم. حتى الاستخدامات التي لا علاقه لها بالاكل والشرب نعم. هذا من حيث راي سماح السيد فضل الله الذي يرى طهاره الخمر بكل انواعه ولكن يجب اجتنابه بكل اشكاله اشكاله وبكل استعمالاته نعم أما رأي المشؤور من فقائنا فهو نجس فإذا كان السائل ممن يقلد غير السيد فضل الله فالخمر نجس بكل أنواعه وينجس لو وقع على شيء من الثياب أو البدن أو ما شابه ذلك معي اتصال تفضلوا عليكم, عليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله. ورحمة الله أعمالكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم. بالنسبة للأخت اللي عم تشكي أمرها وظلمها من قبل إخوته وأمها. يعني على كل من يسمعها إنه يتابع أمرها ويهتم فيها في بحالة محزنة ومؤلمة جداً. وهي عليها بدورها إنها ترفع أمرها للجهات المختصة إن كانت قانونية أو شرعية. مم. وحتى اذا اقتضى الامر تشوف محامي دافع عن الاطلاق بحقه والمفروض انه بهالحاله هاي انه كل من يعرف بهالامر الأمر يتابع ما يترك المظلوم على ظلمه والظالم على ظلمه والمظلوم على يحب حقه شكرا جزيلاً شكرا لك يعطيك العافيه ولا يحيق المكر السيء الا باهله، سمعت الشيخ يعني شو شو المقصود طبعا يعني الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يريد ان يقول لنا ان الانسان الذي يحاول ان يكيد للاخر والذي يحاول ان يمكر بالاخر ويخطط ويتامر على الاخر لابد ان يقع في شر اعماله وان هذا المكر السيء سيودي به مهما تمادى هذا الانسان ومهما طال الزمن عليه وهذا على طريقه المثل الشعبي من حفر حفره لاخيه ووقع فيها وقع فيها عندي استفسار لدي صندوق دعم المقاومه وعند وضع المال به هل يجوز ان انوي انه صدقه يعني ان اضع بصندوق الدعم صدقة ما في مشكلة، بأي عنوان؟ ممكن يكون حقوق شرعية، خمس نعم فبناء على جواز دفع سهم الإمام أو سهم, سهم. إلى هذا المصرف كونه هذا عنوان سبيل الله م. فلا إشكال صدقة مطلقة لا إشكال تبرع لا إشكال يعني بأي عنوان بيقدر إلا طبعا العناوين المحددة مثل كفارة الأفطار أو ما شابه ذلك اللي هي إلى موردها الخاص فهون بده يلتفت الواحد حتى لو حطهم بهذا الصندوق فممكن يعنونهم بأنه هدول مثلا كفارة م. أفطار هدول فدية أفطار أو ما شابه ذلك حتى لو أخذوهم يصرفوهم بالوجهة الصحيحة اللي هي الأطعام نعم <applause> <applause> تسأل عن الإسماعيلية وهل هم من المسلمين وما صحة نسبهم إلى إسماعيل بن الإمام الصاد جعفر الصادق عليه السلام يعني طبعا هي بدء نشوء هذه الفرقة طبعا انطلق من هذا أنهم كانوا يعتقدون بأن الإمامة بعد الإمام جعفر الصادق إلى ولده إسماعيل وليس إلى ولده موسى عليه السلام الله ومن هنا بدأت هذه الفرقة تنمو وتنتشر وطرأ عليها تغيرات متعددة وانقسامات وانشقاقات وأصبحت يعني مدارس وتيارات متعددة ومختلفة منها من يؤمن بالإسلام وأن اختلفنا وإياه حول بعض القضايا ومنهم من حرف عن الإسلام <applause> عم تقول شيخنا انه عندها زميله بتصلي ولكن لبسها كله على الموضه ضيق وحجاب مش كامل عم تقول انه هل انا احاسب على هذا الشيء هي تحاسب من اي جهه انه كون زميلتها على على بالشغل او كذا كون زميلتها بالشغل <applause> وماشي معها <applause> لا لا, لا هي هي صاحبه العلاقه يعني انه هي عم بتصلي ولكن مش محجبه اه طبيعي م. طبيعي الصلاه واجبة والحجاب واجب وترك اللباس غير المحتشم تؤجر على هذا و... و... وتعاقب على و... هذا يعني ما... طبيعي م. يعني الان ما من الا والله لا يا بتلبسي يا بتبطلي صلاه م. إلا خليكي عم بتصلي وان شاء الله صلاتك هي اللي بدها تحركك نعم لا تعودي الى حجابك وحشمتك اها المفروض الهجاب أن الهجاب الصلاة و... تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى فلعل هذه الصلاة إن شاء الله تكون محرك ودافع لها أن تلتزم إن شاء الله أه سؤال عن العقيقة هل تصح أه دجاج لا العقيقة معروف أنها يذبح شات يعني خروف ذكر أو أنثى مم. لو كانت ذبحت يعني ذبيحة كبيرة يعني غنم أو ماعز أو شيء هل يجوز الأكل منها؟ طبعا يجوز الأكل منها يعني وإن كان يكره لل... للوالدين الأب والأم, والأم. يكره ذلك ولا يحرم بالنسبه لمن يعيلهم الاب والام كمان يلحق بهم لا نفس الحكم لا 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 إيه فقط إذن الكراهة للاب والام اذا المطلوب ذبيحه من الانعام يعني, آه الغنم, فق يعني أو الغنم يعني الغنم او الافضل الغنم الغنم لو كبر لو كبر مثلا وصل للبقر بيمشي لا هي بالوارث غنم شات يرجع آه شات, شات يعني ما في عق حتى لو اراد انه يذبح بقره يعني جيد الله يجزيه الخير بس, بس يمكن ما يسميها عقيقه يعني هل وصل الامر في مقاطعه المنتجات الامريكيه من مواد غذائيه الى الحرمه الشرعيه وهل يتبعها المنتجات الاوروبيه كفرنسا وبريطانيا والمانيا في ظل دعمهم للعدو الاسرائيلي يعني صار في فتوى شيخنا بهذا الموضوع ولا لا بعد القصه نظريه هلا فتوى ما بعرف يعني أنا ما سمعت فتوى وإن كان يعني الدعوة إلى المقاطعة أنا بتصوري هالمسائل ما تحتاج إلى فتوى <applause> يعني اليوم نحن بحياتنا الطبيعية حياتنا <applause> الاعتيادية إذا بيكون عندك مشكل مع شخص وبتشوف شخص تاني يدعي أنه صديق وعم يحكي مع هذا الشخص اللي أنت في مشكل بينك وبينه تأخذ موقف من, من الشخص. هذا آه. تقول ولو صديقي وبتحبني وبتعزني وواقف مع عدوة هو ما بيكون لا عم يدعمه ضدك ولا عم بيوقف معه يسانده ضدك بس انه والله عم بيسلم عليه ويحكي معه الى هذا الحد احيانا توصل <applause> الامور بتشكلنا حساسيه العلاقة، فكيف إذا كانت المسألة تتعلق دعم أعمى دعم؟ نعم أعمى يعني حتى ايه فما يعني بتصور يعني المسألة يعني. تحتاج إلى فتوى صحيح صحيح مع مع إنه يعني صار في حكي إنه الحكاية قطعت الفتوى وقطعت ال شو اسمه إنه ما بقى بدها يعني القصة إنه الكريم بقى... اليوم بالدول العربية في شيء اسمه قانون نعم قانون مقاطعة إسرائيل صحيح صحيح هذا مش مفعل أساسا لذلك <applause> بعض الدول حتى اللي هي ما لها علاقة لا بمقاومة ولا إلى علاقة بدين ولا إلى علاقة بإسلام ومسيحية وب... وكذا وغيره ما لها علاقة بشيء زي مثل مثلا شركة والله هاي في فيها شبهة انها تكون شركة اسرائيلية لا لا تدعم او شيء بيقاطعوها بموجب ف... هذا القانون نعم يعني المساله مش مساله بس دين حتى القوانين احيانا الدوليه تدعو الى المقاطعه بشكل او باخر فالمساله انا بتصوري مساله صارت ما بدها بقى نوقف ننطر لحتى فلان يفتي فلان ما نفسيا نفسيا ما نفسيا ما, بت ما بتعود انت كمتدين هذا هو. او او صاحب شعور انساني انك تاخذ شغله من شركه تشتري شغله من شركه هي انت داعمه لاسرائيل يعني تروح كانك ب... ترى عرق الدم فيها مثلا آه. يعني ولو دم الفلسطيني ما اليوم كل... اليوم قد يكون ما يعني ما حدا صدر فتوى بهذا المعنى افرض م. مش ولكن ما, ب... ما ب... فعلا مثل ما, ما ب... الدعوات كلها يعني مرجعياتنا وعلمائنا وكذا كلهم يدعون الى مقاطعه كل الدول وكل الجهات وكل الشركات الداعمه. يعني, يعني حتى الهيئات الحقوقيه وبعض الجمعيات المدنيه التي لا علاقه لها بمرجعيات دينيه عم نشوف تطلع ببعض الدول العالم حتى باوروبا حتى باوروبا عم تطلع يعني كم يوم ما بشوف ها. هيك تقرير عن الحركات اللي عم تقوم تنتفض ضد الحرب باسرائيل ففي ببريطانيا مشروب مم. غزه كولا مشروب فلسطين عم بيقولوا انه عم بحقق مبيعات هائله اكثر من الكوكاكولا وغيرها مم. طيب هو شو خصهم هول ما اخذوا فتوى من مرجعيه دينيه ولا اخذوا فتوى من السيد فلان او الشيخ فلان او ما الى ذلك وانما هن بمجتمع اوروبي قد ما يكون له علاقه باي دين وما يكون لهم علاقة بأي مرجعية من المرجعيات الدينية لا الإسلامية ولا المسيحية ولكن الحس الإنساني تحرك عندهم شاف أنه في بعض الشركات نعم. لأن منغمسة إلى أبعد الحدود في دعم الكيان الصهيوني نحن بدنا نقاطعه ونوجد البديل وأوجدوا بدائل صحيح يعني هون شيخنا أنا حكيت مع بعض الأشخاص أنه في بضاعة مثلا تدعم أو شركات تدعم إسرائيل واللي والله مش عم بقدر أقطعها مش عم فيني أقطعها يعني مؤذي هذا الحكي انه شو مش عم فيك هلا في يعني. مسائل مثلا ما بنقدر نقطع خير ان شاء الله مثل هلا مثلا لا انه رغبه لا لا رغبي. مثل هلا مثلا بعض برامج ال الانترنت وغيرها لا لا شغله مواد غذائيه يعني, يعني هون مش الآن عم الان انت مثلا هذا برنامج مايكروسوفت فلا. امم او بعض مثلاً. كل عالم الاتصالات الان قائم على مثل هاي البرامج خي اللي بيجي بيقول لنا مثلا ليش ما بتقطعوا الدولار كيف بدك تقاطع الدولار في قضايا قد ما يستطيع لا يستطيع ما الانسان ما ما ان يقاطعها ده. لما تسببه من ضغط ضعف الى ان نجد البديل بس صحيح بس في امور على صعيد الاطعمه والاشربه والألبسة يا اخي انا في عندي مصادر كثيره حتى وهذا بالعكس ما لو ما قد لقيت يصبح البديل قد يصبح محفز م. إلنا نبلش نسعى لحتى نوجد البدائل صحيح هل صحيح أن الإنسان بعد عمر التسعين الله عز وجل يتركه فلا يسأل عن أعماله يعني ما بيعود يحاسبه على أعماله؟ الإنسان مسؤول عن أعماله ما دام حيا وعاقلا آه. بس عقل. يروح العقل ببطل يساله بس ما دام بعده حي وعنده عقل يستطيع ان يميز فيه بين الصح والخطا، بين الخير والشر، بين الحلال والحرام فهو مسؤول وقت اللي ما بيعود يعرف شيء من شيء بس شي. يروح اذا اخذ حقا. ما وهب سقط ما وجب نعم والا يبقى الانسان مسؤول مسؤولة. حتى يدس بالتراب يا الله تدس <تبه> أنا... بالتراب نعم، انا اخذت الظلم بكل انواعه آه والتجئ والتجئ الى الله وادعوه لاستجابه دعائي وظالم يتحقق كل ما يريده وهذا هو ابتلاء ام غضب؟ ماذا افعل لاني تعبت مع انه مش مسبوك على كل حال الانسان مطلوب منه ان يفوض امره كله لله سبحانه وتعالى وان يسعى بما امكنه من وسائل اعطاه اياها الله لرفع الظلم ودفع الظلم عن نفسه. يعني انه انا عم بدعي الله عز وجل وما عم يتحقق دعائي هلا يعني ما بنعرف هل... هل... هذا ما... مسألة انه ندعي والله ما, يستجيب ما دعائنا ما بنعرف ليش الاتقياء احيانا يدعون الله عز وجل ولا يستجيب ما الله دعائهم مسألة لأ... انه الله ليش ما عم يستجيب دعائنا هاي مش شغلتي يعني ما, ما, ما بقى في, في مصلحة انه انا التجئ الى الله وادعو ما عم كت... يعني شوف اجابة لدعائي بدك يعني نشوف في مسألة م. في كثير من الاحيان انا ارى نفسي مظلوما فادعو على شخص على انه ظالم لي ولكن قد يكون في الواقع أنا الظالم وليس المظلوم <applause> هذا طبعا أنا ما عم بتهم السائل صحيح ولا عم شكك بالسائل بس في كثير من الأحيان قد ترى نفسك مظلوما نعم. ولكن أنت في الوقت عينه أنت ظالم نعم يعني اليوم لما بختلف أنا وياك على قضية وأرى نفسي محقا من قال أني محق وإذا ما وصلت للي أنا بدي إياه منك أعتبر نفسي مظلوم وأنت ظالم من قال هذا من وجهة نظري أني مظلوم لكن لعلي في الواقع أنا لست مظلوما لأنه ما إلي حق عندك نعم بيقول أه سبيرتو عند السيد الخامنئي نجس أه هل صحيح هاي الفتوى ولا انا يعني. اللي بعرف الكحول الطبي عند الكل بيطهروه الكحول الطبي يعني يعني ما لا, لا حتى لو نجس حتى م. لو نجس بده يراعي بقى يعني هم بده يراعي موضوع الطهاره والنجاسه وعم يقول انه الفتوى انه الخمر مش نجس كمان عند سيد فضل الله كيف طاهر وكيف يعني كيف فيكم تشرحوا لنا الامر انه إنه حرام ومش ومش. ما لها علاقة التراب طاهر ولكنه حرام. حرام أكله. أكله هلا أخذ أنا حفنة تراب كمشة تراب أخذها من الأرض طاهرة ولكن ما بيجوز أكلها يعني ما في ربط بين حرمة الشيء وطهارته قد يكون طاهرا ولكنه حرام. نعم. بالنسبة للعقيقة سمعت الشيخ المفروض تكون ذكر أم أنثى. يعني هو يستحب للذكر أن يكون ذكرا إذا كان مولود ذكر أن تكون ذبيحة ذكر وإذا كان أنثى أن تكون ذبيحة أنثى هذا من باب الاستحباب وإلا لا فرق يعني من حيث الأصل لا فرق وأن كان يستحب التفريق نعم إذا كان الشخص يتوضأ وخفت ماء الحنفية فمسح على اليد اليمنى مرة واحدة هل يؤثر على الوضوء إذا لم يمسح مرتين هو الاصل الواجب ان يغسل كل عضو مره مره واحده يغسل الوجه مره واحده يغسل اليد اليمنى مره اليد اليسرى مره هذا هو الواجب اذا تحقق الغسل سواء كانت الحنفيه ميتها قويه ولا خفيفه المهم اخذ ماء وغسل تمام العضو ما دام انه غسل تمام العضو ما في مشكله المهم يغسل مش انه يمسح وبعد. لا بده يغسل. يمسح مره واحده ما في مسح غسل ما. نعم. لعله قصد المسح بالغ... يعني غز... وصل الماي. إذا كان وصل الماء لتمام العضو ما في مشكلة نعم هل عند السيد رضوان الله تعالى عليه المرأة بعد الخمسين إذا لا زالت عليها قضاء الصوم والصلاة بحسب رأي سماح السيد إذا بلغت المرأة خمسين سنة هلالية فما تراه من الدم فهو استحاضة وبالتالي عليها أن ترتب أحكام الإستحاضة وتأتي بالصلاة والصيام مع مراعاة أحكام الإستحاضة. يعني ما بتعود تفطر و. ما بتفطر ولا بتتفضل الصلاة بدها تصوم وتصلّي بس بدها تراعي أحكام الإستحاضة من كثيرة أو متوسطة أو قليلة لا. وتأتي بالأغسال أو الوضوءات المتكررة. الوصية تعتبر قائمة باللفظ أو يجب أن تكون مكتوبة. يكفي في الوصيه وتحققها التلفظ من قبل الموصي غايه الامر اننا عندما نكتب انما هو للتوثيق فقط. اما لو فرضنا ان الموصي اخبر الموصى اليه وسمعه تمت الوصيه هل نريد ان نتثبت منها اذا في شهود وشهد الشهود بانه نعم فلان اوصى لفلان بكذا سمعنا. او اوصى فلان بكذا وسمعنا وكذا هذا المقدار كافي مش بالضروره م. تكون مكتوبه وانما الكتابه من اجل التوثيق نعم عم يقول انه قالت اختي انه نص البيت لابن اختي لابن اخي وعمره ست سنين بصير البيت لاله نص البيت لاله ولا لا؟ اذا بقيه الورثه بعد وفاتها اذا بقيت الورثه أو الورثة الشرعيين وافقوا على ذلك اي نعم يصير آه إنه... نص البيت له اما اذا لا ي... لم يوافق الورثه بياخذ الثلث فقط آه. أنه آه نصف البيت بده يشوف إذا كان أقل من الثلث أو أكثر من الثلث يعني هون إذا كان نصف في البيت تفاصيل بالموضوع إذا كان نصف البيت يعني عندها أموال أخرى غير البيت لا. وهذا نصف البيت يساوي ثلث ما تركته فتنفذ ف... الوصية تنفذ. وتتم وإذا كان لا نصف البيت أكثر من الثلث فتنفذ الوصية بمقدار الثلث إلا إذا وافق الورثة م. تنفذ كاملة نعم أه هل هناك دليل على أن تقصير الصلاة في السفر للمسافر عشرة أيام نحن وقتنا صار أه ضيق كثير نحاول نمر السؤال الثاني سيدة عمرها 86 عام عندها مشكلة في التبول اللا إرادي حاليا لا تصلي ما الحكم لوضعها عليها ان تبقى مستمره بالصلاه وتتوضا وضوءا واحدا وتصلي به حتى لو شعرت بخروج البول في اثنائه، م -م. لانه هذا ما يعبر عنه بالسلس. اه مش معناته تترك الصلاه، آه. انه بدها تصلي. تتوضا م -م. وبتصلي حتى لو شعرت بخروج البول في اثناء الصلاه ما بياثر، م -م. خصوصي اذا تكرار الوضوء بشكل حرج. م -م. طيب بهالحاله آه يعني لازم تتحرز من البول؟ الطبيعة اذا امكنها ذلك اذا م. ما امكنها ذلك ما في مشكله بتحط شيء بيمنع وصول البول الى ثيابها او الى باقي اعضاء الجسد م. وبتصلي عادي ما في مشكله كل الشكر والتحايا لكم مولانا سمح الشيخ زهير قوصان بنهايه لقاءنا اليوم الشكر لكم ايضا اعزائنا نلقاكم غدا بمشيئه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم. <applause>